انا بتكلم على المؤمنه اللي تخشى الله عز وجل، اللي عايزه رضا ربنا والجنه، ينوبكوا ثواب، ما هتبقاش دنيا واخره ما في، عشان خاطري خلونا نفوز بالجنه ينوبكوا ثواب. طالما بصينا كنساء لنقطه الشخص هو خصوصا هو مين، ولو هو مقصر بقى كمان يعني عندها حجه قويه، او هو غير اهل للتصرف واخذ القرارات مثلا، الزوجه هي هتفهم طاعه الزوج ليها ايه؟ استعباد. انتوا عايزين نسمع كلام ده؟ ما هو ده انت اللي اخترتيه، ما ده انت اللي في البدايه، ما ده انت اللي اسأت الاختيار الاول، وكان باين في الخطوبه واحد واثنين وثلاث، وفسخت مره واثنين ورجعت تاني، وكانت الامور باين. لكن لا، المشاعر، اصله قال لي، اصله عمل لي، اصله انت اللي غلطانه. طالما ما فيش توافق من البدايه ما تكمليش، طالما ظهر لك صفات انت مش قادره تقبلها، غيرك ممكن يقبلها على فكره، غيرك ممكن يقبلها. وانا عايزه اقول لكم والله، والله الشباب الايام دي والله مساكين، يعني انا بيجي الشباب المقبل ولا ما بيجي يستشير ولا حتى، والله الازواج اللي متجوزين مثلا 5 سنين 6 سنين لسه ما كملوش العشرة تعرف، ويجي يتكلم، هو ممكن يكون ما عندوش فعلا الخبره، ونديله مثلا حل واثنين او طريقه نفتح دماغه مثلا لطريقه او اثنين، ارشاد لحاجه معينه او توجيه لحاجه معينه، الراجل بيلتزم، ما مش عايز خراب البيت، راجل دافع ولا نص مليون مثلا، والتاني يقول لك انا دافع 200,000، انا 200,000 جاني هنعمل بيهم ايه، ورايح هتطلع وهتاخد، والقانون كله في حقه، طبعا القانون في صالحك خلي بالك. ففي البدايه نختار صح، ولو حصل حاجه عبري، تقول لك لا ما انا ما اقول، لا ليه ما تقوليش، انت في فتره خطوبه وحصل لك مشكله دلوقتي وشفتي منه تصرف معين، واجي يا بنتي يا ابن الحلال كذا كذا، رد فعلك ايه؟ طب انا النقطه دي مخوفاني، طب ما هو انت رد فعلك امورك في القصه دي مخوفاني، ما هو انت مثلا قلت يعني الامور في حد ذاتها محتاجه توضيح، مش عيب وحقك الشرعي انك انت تقعدي وتعرفي الدنيا فيها ايه، واسمعي وجهه نظر، واستخيري، استخيري على الكلام والردود والاجابات اللي هو هيقولها، وانت يا ابن الحلال خدها ما تاخدهاش. يعني مثلا تعالوا بقى، تعالوا ما نيجي بقى في يعني ننصر الازواج شويه، تيجي مثلا مشكله الزوج قد صوابعه ال20 وال10 فوق وال10 تحت، الراجل عمل اللي عليه تالت ومتالت، وهي تقول له لا انا مش متعوده اطبخ، انا ما يقول نفسي اكل، يعني انا وانا عازب شبعت الشاورما دي، يعني هتفصصيني كده هنزل شاورما كانت ب 3 ليره الاول، دلوقتي بتبقى ب 35 و5 ومش عارفه كام. ف بيقول لك لو عصرتيني كده هنزل سندوتشات وبتاع من بره، انا نفسي اكل اكل بيت، نفسي اكل طبيخ وحاجات والكلام ده. يساعدها، طب هجيب لك، طب اعمل، مفيش موضوع الترويق، لا لازم تجيب حد، طب انا مقدرتي الماديه حاليا لا تسمح ان انا اجيب حد يساعد، طب انا معاكي وشوفي انت عايزه تشيلي ايه تقيل واساعدك، هو بيقول انا بقول كده وهي ما انكرتش. طيب ده كان باين في الخطوبه، اه قالوا لك اه، طب انت اللي كملت ورديت، ها يا ابن الحلال، ما انت اللي كملت ورديت، خدوا اللي انتوا مش هتقعدوا تعملوا توجعوا دماغكم فيه بعديها، اللي فعلا انت انا ينفع اكمل نفسيا وعقليا وشخصيا واداريا ومشاعريا، انا هعرف اتعامل بعد كده، مش هناخدهم على ونوجه نقول اصل جوازها وخلاص ما الدنيا، لا 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 لا، هي الخطوبه معموله ليه؟ الا علشان كده. لو الزوجه ذات نفسها بصت على المأمور اللي هو الشخص اللي المفروض تطيعه اللي هو الزوج، مش على الآمر، يا زوجات يا نساء يا بنات، الآمر الله عز وجل، الخالق الملك المليك عز وجل، لو بصيتي على الآمر، حاضر حاضر يا رب، سمعا وطاعا يا رب، اللي حاضر يا رب لله. التصادم والخلاف بسبب كده. هقول لكم مرة عن زوج كان بيقول في جلسة، جلسة صلح بينه وبين زوجته، والناس اللي من عيلة هنا قاعدين وهنا قاعدين، وعايز أقول لكم أن ساعة ما بس ما اخطف الراجل زوج وزوجته والله بيتصالحوا، يعني بيبعدوا العالم دي إلا إذا كانوا يعني ناويين الخير. هو راجل صالح أحسبه، وأنا لما عرفته متكلم، وبصوا اديته ركعتين قبل ما نقعد الجلسة دي، لأن أنا عارف يا رب أجري الحق على لسانه. غضوب، بس غضوب جدا، سريع الغضب جدا، بياخد قرار وقت الغضب بيخسر كل حاجه، لكن قلبه طيب ونحسبه على خير، في حته خير. لما حصل منه الموقف، مش هنحكيه، بس هنحصل منه موقف غضب اثر عليك جامد جدا، وضعت اثر كلماته، وقلت له حصل زوجتك كذا، النفسيه بتاعت زوجتك كذا، النفسيه بتاعت اولادك لما كذا. فلما شرحت له الموقف بهدوء فعلك ورد فعل والاثر، الرجاله اللي في جلسه الصلح عرضوني من طرف الزوج، رد عليهم الزوج بنفسه
قال لهم انتوا عارفين لو جت الحق، لو جت لنا الحق في الكلمه اللي بتاعت مصر دي، لو عايزين الحق احنا كرجاله كل واحد فينا مليان عيوب وزوجته مستحملاه، كمان انا واحد هي مستحمله غضبي وزعيقي وشخطي عليها، انا لو مكانها انا مش هسمع كلامي اللي هو كلام الراجل الزوج، يعني ايه الراجل اللي عمال يزعق ده كل شويه؟ بس احنا يعني يا دكتوره انا بنلتمس فيها بتحبني. ايوه بس ما تعتمدش على كده، ما تعتمدش على رصيد الحب بينقص، ما تعتمدش على رصيد الحب هيجي وقت ويقل يقل وبعد كده يبقى خلاص رصيدك صفر شكرا. ويقول ان تعتمد على حبهم لينا وطاعتهم لربنا. ايوه بس ان كان حبيبك عسل ما تخلصوش كله ينوبك ثواب. في طاقه اصلا ده الراجل ده بجد انا قعدت ادعي ان ربنا ينطق الحق على لسانه. خلاص خلص المشكله طبعا، المهم نخلص من حته الرجاله والهيصه دي. لو على الاشخاص والافراد مش هنسمع الكلام، لكن لو نظرنا للآمر عز وجل الله، الله عز وجل ربنا، يبقى حسبة لله بطيع ربنا وبسمع الكلام حسبة لله. عشان كده يا بنات اختاري الراجل من البداية، اختاري صح الراجل الصح من البداية، صاحب العقل الحليم الخلوق ما طلعش لعبة منه ولا يبهدل ولا يفضح ولا ينشر، الرومانسي اللي بيقول كلمة طيبة اللي بيعرف يطبطب ويحتوي، الكريم ماديا ومعنويا ومشاعريا. يبقى الطاعة، طاعتك لزوجك تكمن في ايه؟ ان الامر هو الله عز وجل.